لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا يا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. هذا المحرم قد وافت كصارخة مما استحلوا به أيامه، حرموا تنعى إليك دماء غاب نعصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم مسفوحة لم تجاب عند استغاثتها إلا بأدمع الثكلى شفها الألم. والله أكبر. مسفوحة لم تجاب عند استغاثتها إلا بأدمع الثكلى شفها يا الألم. وحائرات أطار القوم وعيونها، يا الله رعب غدات عليها، يا خدرها يا هجام كانت بحيث عليها سرادق أرضه من عزهم حرام، يكاد من هيبتين ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنهم خدموا الله، حتى الملائك لولا يا أنه يوم خدموا، فغدرت بين أيدي القيوم حاسرة يا الله تسبى وليس لها من به تعتصم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لماذا خلق الله البشر؟ ليش الله خلق هذا الإنسان؟ شنو الهدف من هذا الخلق؟ هذا سؤال يعني كل عاقل لازم يسأله، من أين جئنا
ولماذا جئنا وماذا بعد الموت؟ انت ليش جاي؟ يعني جايين لناكل ونشرب وكان الله غفور رحيم ونموت كما تموت الديدان في يوم الله مع السلامه. لو اكو غايه اكبر من هاي الغايه. هاي الايه تجيب على هذا السؤال. طبعا اكو مقدمه زين واحد يعرفها. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق اكو عندنا روايه حديث قدسي يقول كنت كنزا من مخفيا فخلقت الخلق، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. يعني الهدف من هذا الخلق هو أن الإنسان يتعرف على الله عز وجل، يعرف عظمة الله عز وجل. فإذا عرف عظمة الله صار عنده شنو؟ شد لله. الله يجذب هذا الإنسان. لما ينجذب هذا الإنسان إلى الله يقوم أحب الله. إذا أحب الله بدأ يطيع الله. والله فالله سبحانه وتعالى الهدف من خلق الإنسان هو أن هذا الإنسان يتعرف على الله. الله يبي يجذبك لي. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن دائما يشير إلى أن أنت لازم تتأمل في مخلوقات الله. عليك السلام. الإمام عليه السلام الله عليه، الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده خطبة مفصلة يبين هدف البعثة من الأنبياء. ليش الله بعث الأنبياء؟ أقول ليثيروا فيهم شنو؟ دفائن العقول. يعني أنت تكون هذا عقلك تثيره. زين؟ دائماً الله سبحانه وتعالى في القرآن يشير إلى أن أنت لازم تفكر تثير عقلك. مو بس أنت تنظر إلى السماء، والله أكو سماء، هاي السماء موجودة، إذن أكلها خالق، ما من مخلوق إلا له خالق، وهاي السماء موجودة، هذا خلق من هذا من المخلوقات، إذن لها خالق وهو الله. الله ما يريدك بس أنت تشوف السماء، لا، يبيك تنظر. أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. مو بس تنظر والله أكو السماء، لا، كيف بنيناها. الله يبيك تروح ولا الكيفية، لا عالسنا. مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل شنو كيف خلقت. هو أنت لما تشوف الإبل حتما هذه الإبل لا هو واحد خلقها وهو الله عز وجل. هو الله ما يريدك أنت تكتفي بالنظر هذا البسيط، لا، الله يبيك أنت تتأمل أكثر. إيش معنات يا من دل على ذاته بذاته؟ هو الله غير خلق الجمل؟ هو بعد هذا لما خلق الجمل ومن اللي خلق لك العقل حتى تتأمل في الجمل؟ الله سبحانه وتعالى أدل وعدل. فالله سبحانه وتعالى هو دل على ذاته، يعني بما خلقه وبما أودع فيك من قوة العقل، ها، دل على نفسه. انت الجمل مو انت جايبين، والعقل مو انت جايبين، واضح ولا لا؟ الله خلق الجمل والله خلق لك العقل وقال لك انت بس تتأمل، والقدرة على التأمل هم من الله. فالله الكل في الكل في القضية، يا من دل على ذاته بذاته، واضح ولا لا؟ بس لما قال لك تأمل في الجمل مو بس تتأمل في شكله وتروح، لا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. شنون ده الجمل؟ مخلوق بكيفية معينة إلا يقدر يستطيع أن يطوي المسافات الطويلة ولا يصاب بالعطش. يعني أكو عنده هو داخل جسمه مخزن للماء، يشرب ماء يخزن الماء داخل جسمه، وقت ما عطش يستفيد من ذا المخزن. شنو الله سواه؟ فأنت لازم لا تكتفي بالظاهر، لا، روح ولا الكيفية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. إذن الله يبيك تروح ولا الكيف، وإلى الأرض كيف
سطحت وإلى الجبال كيف نصبت. أنت رايح بعض البحار بتشوف أكو جبل طالع في البحر صاير شلون ده طالع ومقوس وشكل جميل ولطيف. أنت لو تروح وين الجبال، الجبال ترى هواية جميلة، هم بها شموخ هم بها علو هم بها مداخيل معاريج. والآن هذا المرمر والحجر كله يطلعونه من الجبال، صحيح أو صحيح؟ فمثلا الله يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف الهدف، غير قلنا الواحد يتعرف على عظمة الله، هي هذه الآية هاي معناتها، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقارا يعني شنو؟ يعني تكون انت تعرف عظمة الله، تتعرف على عظمة الله، تهاب الله، تهاب من عظمة الله. أفلا يجون الله وقارا شنو؟ وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل قمر فيهن النور وجعل الشمس سراجا. فأنت لازم لما تتأمل تروح ولا الكيفية ولا ما ممكن تصل إلى معرفة عظمة الله. هو الله لو يبيك أنت تصل للعظمة بمجرد التأمل الخالي من الكيفية ما كفاية. أقول فلينظر الإنسان شنو؟ مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فأنت يبيك تروح وتتأمل، وهو ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعلناه في قرار مكين. بعدين يبين لك أنت كنت نطفة بعدين علقة ثم عظام كسونا العظام اللحمة. يقول لك تأمل في المراحل. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا يعني شكل مراحل، نطفة وعلقة ومضغة وكسونا العظام لحمة وبعدين جنين حلو وبعدين تطلع طفلها لطيف. وشلون الله سبحانه وتعالى در اللبن في ثدي الأم حتى أنت يعطى لك الرزق، يعني أفضل رزق للطفل هو حليب الأم. شلون الله طلع الحليب هذا من بين فرث ودم؟ الله يخرج لبنا سائغا شرابه. فانت مولاي الله خلق الخلق حتى يعرف، بس ما تقدر تعرف حق المعرفه اللي اذا رحت ولا الكيفيه. في نفس سوره هاي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني شنو يبي يقول لك الله؟ انت لما تتامل في الخلق مالي ما بتحصل ولا نقص، لا فني لا تكويني، ماكو اي نقص، يعني كله تمام، كله حسب الاصول، كله متقن. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني مو بس تامل مره، لا تامل مره مرتين ثلاث. الله قاعد يتحداك. تقدر تطلع عيب في الخلق؟ لا. فانت تقول سبحان الله، من أنت تستعجب من خلق الله تقول شنو؟ سبحان الله. الله يبيك تقول سبحان الله. أنت لما تتأمل، أعطيك الحين مثال، هذا البارحة ضربت المثال أنا، هذا في العين أكو شبكية، الشبكية هذه فيها عدة طبقات، أكو طبقة في الشبكية يسمونها طبقة العصي والمخاليط، العصي والمخاليط. سمك هاي الطبقات الثلاث 4 من 10 من المليمتر، مو سنتيمتر، 4 من 10 من شنو؟ من المليمتر. شقد مساحتها ضيقة دي.
الله مخلي في هاي طبقة العصي والمخاريط شنو مخلي؟ تعرف شنو مخلي؟ مخلي 140 مليون مستقبل حساس للضوء. شلون الله ضاغط 140 مليون مستقبل حساس للضوء في 4 من 10 مليمتر؟ شلون انت ضغطها؟ شلون؟ فانت ما تقدر تقول سبحان الله سبحان الخالق البارئ المصور. الله يبيك تسبح، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فانت لازم تدرك عظمة الله، هذه العظمة تتجلى لك اذا انت شغلت عقلك، اذا اثرت عقلك تأملت تقول سبحان الله سبحان الخالق البارئ المصور. فمن تقول سبحان الله تجي يا الله تنشد. شوفوا انا اعطيكم بعض الامثلة شوي حتى شوية تكونوا في الصورة اكثر. يونس ابن متى وذنوني، النون يعني الحوت، وذنوني يعني صاحب الحوت، وذنوني الذهب مغاضبا. ذهب مغاضبا يعني شنو؟ يعني غضبان على قوم يدعوهم لعبادة الله بس ما يستجيبون. 100 سنة 200 سنة 300 سنة يدعو ماكو فائدة، تملل منهم، سأم منهم، غضب عليهم، راح عنهم، زعل عليهم، بس من دون إذن الله زعل راح. مرة يا الله يعطيه إجازة بالزعل ماله وتمشي، لا هذا لا، زعل من دون ما يستأذن الله راح. فذهب مغاضبا راح يم الساحل غضبان على قومه. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الساحل فظن أن لن نقدر عليه، خليها شوية بها بحث طويل بس خليها. فظن أن لن نقدر عليه وراح، فالتقمه الحوت. عدلة التقمه الحوت وهو مريض، وراح راح في بطن الحوت صحيح. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى. وين نادى؟ نادى في بطن الحوت صحيح. وين ينادي؟ فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، يا ظلمات هذه الحوت بطنه ماكو كهرباء ولاكو مصابيح، بطنه ظلمات صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح لو مو صحيح؟ فبطنه ظلمات. زين الحوت وين يمشي؟ وين يسبح؟ البحر، بحر هم ظلمات بعد ما بي كهرباء صحيح يا مو صحيح؟ إذن الظلمة الأولى بطن الحوت، الظلمة الثانية شنو؟ ظلمة البحر. الظلمة الثالثة شنو؟ قال فنادى في الظلمات. لما يصير الليل، الليل بعد ظلام صحيح لو مو صحيح؟ هذا شقد سجن انفرادي، يعني اكو واحد يخلوا له سجن انفرادي؟ مجربين سجن انفرادي؟ انا مجرب سجن انفرادي، يخلوا لك فتحه شويه يطلع منها ضوء عادل ما عادل. الحين بعض السجن الفرادي ببنكه بمكيف، يعني يسوي لك ريوق، يعطي لك خدمات. هذا وين رايح صاحبنا؟ في بطن الحوت، لا ريوق لا بنكه لا خدمات، كل شيء ماكو، لا ماكو اي خدمات ماكو. فنادى في الظلمات، شنو نادى؟ ايش قال؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. ليش قال سبحانك؟ هو من شنو تعجب؟ شوف كلمة سبحانك هذه مال تعجب، يعني أنت تشوف مثلا سمكة الآن بالبحر ألوانها حلوة وزاهية ومرتبة، تقول سبحان الله، أدل ولا؟ عندنا دعاء هذا إذا تقرأ يومياً 10 مرات الدعاء، هذا الدعاء فيه فوائد كثيرة، من فوائده أن الله سبحانه وتعالى يحفظك من الشيطان وإبليس وجنوده ويغفر لك 4000 كبيرة
ويخفف عنك سكرات الموت ويفرج عنك همك وغمك ويقضي دينك. خوش فوائد. إذا تحفظونه هذه هدية من عند لكم، إن شاء الله تحفظونه وتجربونه. الدعاء يقول أعددت لكل هول لا إله إلا الله. أعددت يعني أنت تعيد، أعددت لكل هول لا إله، يعني إذا شوف هول قول لا إله إلا الله يروح هذا كله. أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل عجوبة شنو سبحان الله. إذن لتعد لكل عجوبة شنو سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترى مو صعب، تقل كل سطرين ثلاثة تحفظها يوميا 10 مرات اقرأ، يعطيك روحية قوية. فشنو قال؟ ولكل عجوبة شنو سبحان الله. عدلنا معدل. إذا أنت ما تقدر تقول سبحان الله لأي شيء إلا إذا كنت شنو متعجب من عنده، عدل ولا؟ إذن شلون تتعجب من عنده؟ لما يبهرك، لما تشوف هذا فوق العقل، فوق التصور، فوق الخيال، شيء جدا لطيف، شيء جدا جميل، ما له مثيل، تقول سبحان الله، عدل ولا؟ الحين هو راح ببطن الحوت شنو شاف حتى؟ يقول سبحانك. حتما متعجب من فات شغلة، عدلنا وعدنا. أول شغلة شنو؟ إن أسنان الحوت لم تمزقه، صحيح؟ واحد لما يروح فم بالحوت يزوبي يقوم يدلع الحوت بلسانه، يقوم يتمازح إياه بلسانه، لا مو لعب هذا، يمزق تمزق، صحيح ولا مو صحيح؟ فشلون فات من دون تمزيق؟ هذا مو شيء يتعجب، مواش شلون دخلت ما مزقني؟ فيقول سبحان الله. واضح ولا مو واضح؟ هذه واحدة. اثنين، هذا شنو في الظلمات قاعد؟ اكسجين اكو في بطن الحوت لو ما اكو؟ ما اكو اكسجين؟ في اكسجين؟ اكو؟ في اكسجين في بطن الحوت؟ طبعا نفس الحوت وفي غرفات في زين زين. درجة الحرارة ايش قد؟ انا سامع درجة الحرارة عالية في بطن الحوت بحيث الواحد ما يتحمل الحرارة في بطن الحوت. فالمناخ الطبيعي مو مناخ ما الواحد يعيش به، يعني يحيا به. هذا واحد خلوه بمط الحوت يوم واحد يجوز يموت، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني ما يريد اكل، ما يريد شرب، ما يريد كذا اجواء مناسبه، واضح لو واضح؟ فهذا شلون عاش؟ كم بقى في بطن الحوت؟ 40 يوم، قيل 40 يوم، قيل 11 يوم، قيل حد اقل 3 ايام. فشلون عاش في بطن الحوت مع هالاجواء غير الطبيعيه؟ شلون بقى حي؟ هذا مو يتعجب من الواحد؟ صحيح مو صحيح؟ انت لما يخلونك في قبر 3 ايام في اللحد تعيش؟ هذا يعتبر قبر. ولا هذا سئل امير المؤمنين سلام الله عليه، ما هو القبر الذي سار به صاحبه؟ القبر الذي والقبر يمشي بالواحد، ما هو القبر الذي سار به صاحبك؟ قال بطن الحوت. لما سار بمنه؟ بذنه. فهني قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن أقدر عليك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. إذن سبح سبح، أدرك عظمة الله وهو في بطن الحوت. أنت من تدرك عظمة الله تقول لا إله إلا الله.
من تعرف عظمة الله إن الله هو الخالق البارئ المصور، ها؟ اللي عندها الشكل القدرة تقول سبحان الله، من تقول سبحان الله تروح ورا العبادة تقول لا إله إلا الله. ليش؟ لأن الله متى يعبد؟ متى يصح عبادة الله؟ متى تقول لا إله إلا الله؟ لما يثبت لك إن الله هو الخالق. عدل ولا تعبد من أنت؟ تعبد واحد خالق قادر عالم حي قيوم، عدل ما عدل؟ فأنت لازم تدرك هو الله الخالق. لما تعرفه هو الخالق وخلقه مو طبيعي، يعني متقن محكم، تقول سبحان الله. فمن تقول سبحان الله زين تعرف ان هذه نعمة من الله، هذه العين نعمة، هذا الإبل نعمة، هاي السماء نعمة. صدق انت تأملت بيها قلت سبحان الله، شلون الله صورها وسواها، فخلق فسواه وقدر وهداه. فمن تقول ما شاء الله هذه بعد نعمة الله نعم بها علي، فتقول شنو؟ الحمد لله. أول شيء تقول سبحان الله والحمد لله، بعد شو تقول؟ ولا إله، يعني شنو؟ ولا معبود إلا الله. أنت متى تعبد؟ تعبد لأن الله هو الذي خلق. شو تقول أنت في سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شنو قال؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني ليش أعبده؟ لأنه هو الذي فطرني، هو اللي خلقني سواني، إذا يستحقون عبادة. واضح لما واضح؟ بس أول لازم تحرز هو الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني عند إدراك هو الذي فطرني خلقني سواني كمل. وما لي لا أعبد الذي فطرني وبعد وإليه، أنا رايح ليه بالأخير؟ وراي قيامة، وراي حساب، وراي كتاب، عدل ولا؟ وراي جنة، وراي نار، إذن رايح ليه أنا؟ جاي من عنده ورايح ليه؟ فيستحق العبادة. علاوة على ذلك، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضرين لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أنا لو حين صابني ضرر عملي، من اللي ينجيني من الضرر العملي؟ هذه الآلهة، هاي الأصنام اللي يسوونها من تمر وبعدين يأكلون التمر، يسوي الآلهة ماله من تمر بعدين إذا جاع شنو؟ يأكل الآلهة. يعني القضية بس مو نظرية، يعني أتأمل في الخلق والله لأنه هو الخالق البارئ المصور وإليه أرجع فيستحق العبادة، مو بس ده السبب، لا السبب حتى أنا الآن لو أصبت بضر من اللي ينقذني من الضرر؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. شوف أكو خوش لفتة بالآية، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضرين لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذا عمليا من الذي يقدر ينقذني من الخطر؟ الله. فإذا يستحق شنو؟ يستحق العبادة. ولهذا في الدعاء شو تقول؟ يا من لا يكشف الضر إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية بارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة على حب الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أنت لازم حتى تصل إلى قمة العبادة لازم تثير عقلك، لازم تشغل عقلك. هاي السماوات شلون خلقت؟
زين هذا العين شلون كونه؟ لازم انت تنثار عقليا. الله ما يريد يجبرك على الطاعه، الله يريد يجيبك بالقناعه لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. انت بتأمل واحد تعرف من هو على الحق، علي ام الاول ابو بكر؟ من انت تأمل شنو يملك من علم ابو بكر وشنو يملك علي من علم؟ ماكو مقايسه اصلا. فانت انسان عالم وانسان جاهل، تتبع منه؟ تتبع العالم. واضح الشغله، يعني ما يحتاج الى ان انت يجرونك جار اجبار، لا 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 اكراه في الدين. قد تبين الرشد وهو امير المؤمنين سلام الله عليه من الغي وهو ابو بكر. في تفسير، عندنا تفسير احنا. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يعني الاول ويؤمن بالله يعني يؤمن بالامام علي الذي يوصلك الى الله، واضح نمام؟ هذا معناه امير المؤمنين. انت لما تقعد وياه يوصلك الى الله، كلماته توصلك الى الله، بينما الجماعه كلماتهم ما توصلك الى الله. شوف الان انت في دعاء الصباح شو تقول؟ دعاء من المؤمنين سلام الله عليه، يا من دل على لو ما قال هاي الكلمه من المؤمنين انت تعرف تقولها من مخك، من ابداعك، من ادبك، من بلاغتك. انت لو تقعد 50,000 سنة بتصيغ هالعباره ما تقدر. لو تجيب اكبر اديب في العالم، منو اكبر اديب؟ عباس بن عقاد، ميخائيل نعيمه، اي واحد دول يجيبهم ما يقدر يصيغ هالشكل عباره. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. أقول وتنزه عن مجانسة، يعني شنو وتنزه عن مجانسة مخلوقاته؟ يعني الله تنزه عن يشبه المخلوقين. يعني ما تقدر تقول الله، تقول لي الله عين وانف، مثل ما يصورون المذاهب الاسلاميه الاخرى مخلين له الله الف وله شعر قطط وعدنا ماني، يعني جسمه الله. فهو لما يعبد الله ما يعبد الله الحقيقي، وانما يعبد الله الجسم. صحيح لا مو صحيح؟ اذا ضلني ضل. لكن لما تجي لعلي، لعلي يوديك الى الله الواقعي الحقيقي الذي ليس كمثله شيء. اذا لابد من اثارة العقل لمعرفة الله عز وجل والانجذاب اليه. زين، فانت مولاي الجليل شو تقول آية الذي خلق الموتى؟ الآية اللي صدرنا بها البحث، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فأنت لازم تتأمل شنو أول؟ بالموت والحياة. الموت ترى شي مخلوق، ها مو عدم، مثل ما يقولون جماعة الوهابية، يقول إذا واحد مات يعدم خلاص انتهى. بعد انتوا تنادون أموات يا علي يا محمد ويا علي اكفياني، يعني شنو الحكي هذا؟ محمد وعلي ماتوا خلاص انعدموا، وين يسمعونكم؟ واضح ولا لا؟ الموت هو ليس امرا عدميا. لو كان امر عدمي كان شلون الله يقول الذي خلق الموت؟ هذا الكلام الذي خلق الموت يدل على شنو؟ على ان الموت عالم وجودي، موجود الموت، شيء وجود مو عدم. يقول الذي خلق الموت، اذا الله خلق الموت شلون الموت يصير عدم؟ مو شيء مخلوق، عدل مو عدم؟ هذا خوش استدلال على ان الموت ليس امرا عدميا وانما امرا وجوديا. انت تنتقل الى مرحله حياه اخرى ارقى من هاي الحياه. عندنا روايه، خوش روايه اقولها لو ما اقولها، صلي على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعرف البرزخ إنه مرحلة تكميلية للإنسان. شنو مرحلة تكميلية؟ يعني شنو أنت دارس ابتدائي، بعد ابتدائي وين تروح؟ تروح ثانوي، متوسطة، متوسطة، بعد المتوسطة ثانوي، صحيح؟ بعد الثانوي تروح جامعة، صحيح؟ أنت هاي الدنيا الآن، أنت بعض أوقات في هالدنيا ما رحت ورا التعليم بقوة. يعني يقول لك مولانا اقرأ يوميا القرآن 50 آية، أنت تتكاسل ما تقرأ القرآن، صحيح ولا؟ مع أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، صحيح مو صحيح؟ أصلا دستورنا القرآن إحنا. أنت تتماهل القرآن، إذا تقرأ تتدبر به يكملك عقليا روحيا نفسيا شخصية، يكملك القرآن، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني الأعدل، صحيح مو صحيح؟ أنت في هالدنيا ما تعبت على نفسك، ما قرأت قرآن ومت. لما تروح لعالم البرزخ أنت مو مهيئ للقاء الله، أنت مهيئ الآن، أنت لا قرأت قرآن عدل، لا أقمت الواجبات عدل، يعني خلطت عملا صالحا وآخر طالحا، صحيح مو صحيح؟ صلاة الصبح قضاء ما صليها في وقتها، صلة الرحم ما عندك، واضح لنا؟ تقطع الرحم، على الأقل زوجتك شوية تكلمت بكلام شوية مو عدل، تنرفزت أعصابك وضربتها وسبيتها وشتمت مثلا يعني، أو الزوجة مثلا أنت شوية كلمة طلعت منك عصبت وسبت وإلى آخره، عدل مو عدل؟ أخلاقنا إحنا بسرعة نفقد أعصابنا، بسرعة نغضب، عدل مو عدل؟ فمو كاملين مكملين إحنا. أنت رايح لله، لا صلاتك عدل، عصب المزاج، بخيل، وين شغلات بيك؟ ما مكمل روحك بالدنيا هنا، وين تكمل؟ الله ما يبيك تروح، انت تبي تروح للجنة عرضها السماوات والأرض وتحشر مع الإمام الرضا والإمام الصادق، وتروح لهم بهالأخلاق هذه، بهالكيفية هذه، ما يقبلوك أصلاً، عدل ولا؟ لأن ذولاك من فصيل راقي، أنت لازم توصل نفسك على الأقل مثل سلمان، مثل أبو ذر حتى تحشر إياهم، عدل ولا؟ أما أنت على صلاتك بها إشكال، خمسك بها إشكال، أخلاقك بها إشكال، كل هذا بها إشكال، فما يودوك إلهم وانت بهالكيفية هاي، فوين يكملوك؟ يكملوك بالبرزخ، واضح يا ناس؟ عندنا رواية عن الإمام الكاظم حسب ما أتذكر، إن شيعتنا الذين لم يتعلموا القرآن يعلمون القرآن وين؟ في البرزخ. وليش معناته أنت حين لما تقرأ سورة ياسين وتهدي ثوابها للأموات، شلون الأموات يفرحون بهاي الثواب؟ حتما عندهم إدراك للسورة، عدل أبو عدل؟ أنت حين لما تقرأ الفاتحة الحمد إلى أمواتك، ما تقول هذا فيه ثواب، زيد الثواب يصل منه للأموات؟ لو لم يكن عند الأموات إدراك وفهم لمضمون سورة الحمد يفهمونه يفرحون؟ ما يفرحون إلا إذا كان إدراك وفهم لمضمون سورة الحمد، فأنت من ترسل لهم يدركون ده الثواب عظمة، لأن عندهم إدراك. ولهذا عندنا رواية، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، عدل ولا؟ إذا ماتوا شنو؟ الانتباه مو دليل الادراك، مو دليل الفهم، عدل ولا؟ فانت هناك راح تنتبه، تعال انا عندي هواي شغلات ما معدله، يعدلوك في البرزخ. فانت لازم تفرح بالموت، صحيح لو مو صحيح؟ انت رايح الى مرحله راح تكملك، ولهذا عندنا روايات الموت تحفة المؤمن، صحيح لو مو صحيح؟ الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لا أرى الموت إلا سعادة. أنت تشوفه سعادة ولا لو تخاف مني؟ أكو فرق وايد، فرق وايد. شو تقول؟ أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى، أنت بعت خلاص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، شو يسوون؟ يصلون، يزكون، لا يبون يموتون، يقاتلون، شوف، يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. مو بس انت يقتلوك، لا، انت لازم تقتل الطرف الاخر، واضح ولا مو واضح؟
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شو يسوون؟ يقاتلون، يعني رايحين وراء الموت. عدنا لا يقاتلون آخر سنة تقتل وقتلا في سبيلك فوفق. واضحة الشغلة؟ فاللي يخاف من الموت هذا إنسان مو عاقل. العاقل المؤمن يلتذ بالموت. شو يقول الإمام علي سلام الله عليه؟ يقول إن ابن أبي طالب ليلتذ بالموت كما يلتذ الطفل بمحالب أمه. أنت شايف واحد شبيه؟ شلون الطفل يلتذ بالثدي أمه لما يلتقمه ويشرب حليب؟ بملتذ يعني رايح ما شاء الله الطفل يعني مسمر على قولتنا يشرب حليب وبيس. زين؟ أنت هالشكل حب الموت عندك. بينما احنا ذا الشيء ما عندنا، لان ما ادركنا ان الموت والبرزخ مرحله تكميليه. نفكر الحين بالروح وخلاص جهنم ورانا، لا يكملوك هناك. ايش معنات اكو وحشه القبر؟ ظلمه القبر، ضيق القبر. هو يونس متى وين راح؟ ما راح ببطن الحوت، راح في قبر حقيقه. بس الله كمله هناك. واضح لو لا؟ الله كمل هناك. هذه روحته في بطن الحوت مرحلة تأديبية ترى. طبعا النبي معصوم عن الغلط، ما يسوي خطأ يعني معصية تودي نار جهنم، لا. بس ممكن يترك الأولى. واضح لو لا؟ ترك الأولى بالنسبة لهؤلاء الأنبياء يعد معصية عظيمة. شلون آدم لما أكل من الشجرة هو صج وعصى آدم وربه وغوى، بس مو معصية مولوية بحيث إن هاي المعصية تؤدي به في النهاية إلى جهنم، لا. هو ترك الأولى، الأولى أنه ما يأكل من الشجرة، بس لما ترك الأولى الله عاقبه طلعه من الجنة. فهي مرحلة تأديبية. شلون مثلا الحين مثلا عالم، رجل دين عالم معروف، زين هذا أحيان لما عامل يوقف بالشارع العام ويأكل سندويشة، يقول هذا رجل عامل تعبان وقف على جانب ويأكل سندويشة عادي ما تلومه. لكن لما عالم جليل القدر مرجع تقليد يوقف لك هنا بشارع في برلين ويأكل سندويش قدام الناس والعالم، مو لطيفة؟ أدله لا لطيفة؟ مو لطيفة. هو ما سوى حرام، أكل السندويش حلال ووقفه في الشارع العام حلال، عدل ولا ما سوى حرام ودي لا جهنم، بس الفعل لا يليق بشأنه كمرجع تقليدي كعالم. واضح لو واضح؟ هذا الفعل يعد في حقه شنو؟ معصية. هالشكل فالأنبياء لما يرتكبون عمل من هالقبيل مثلا، فهناك لما راح في بطن الحوت الله هناك أدبه تأديب خاص. زين طبعا بها بحوث القضية كثيرة. فالكلام انه الهدف الذي خلق الموت والحياة، انت لازم تتأمل عن الموت تتأمل عن الحياة. الهدف الله خلق هاي الحياة والموت ليش؟ ليبلوكم، يعني حتى يمتحنكم يختبركم بالتكاليف. الله سوى تكاليف صلاة صوم زكاة حج خمس معروف نعم منكر صلة الرحم واجبات، وكذلك هم بالمحرمات. الله نهى عن الربا عن الزنا عن اللواط عن المعاشرة الجنسية النظر إلى المرأة بريبة وتلذذ الخلوة مع المرأة الأجنبية، يعني المحرمات كلها. الزين النفاق الكذب التلون الغيبة النميمة إلى آخره الخيانة. الله يريد يمتحنك في هالدنيا ليبلوكم، يعني ليختبركم تطيعون يو لا، تمتثلون الأوامر يو لا. ليش يمتحنكم؟ هو الله يعني ما يدري من عالم الذر من قبل، ما يدري ان انتم راح تطيعون له تعصون؟ الله يدري، الله يعلم. بس الله سبحانه وتعالى جابنا الوجود لتظهر الأفعال، لأن تبي تروح أنت جنة وتبي تروح نار،
هذه النار والجنة جزاء على أعمال معينة. طالما لم يظهر الفعل في الخارج أنت ما تقدر، ما يقدر الله يقرر أنت تروح جنة أو نار، لأن لم يخرج الفعل، لم يظهر الفعل في الخارج. فجابك لها الدنيا يمتحنك حتى تظهر الأفعال، وبالتالي تستحق أنت الثواب أو العقاب. الإمام علي سلام عليه فلسف البلاء يقول لتظهر الأفعال، والله الله خلقنا احنا في عالم الذر على شكل أرواح، وامتحننا هناك امتحان مختصر، بس ما يقدر الله يودينا من عالم الذر إلى الجنة أو النار، لأن ذاك العالم ليس عالم تكليف. واضح لما واضح؟ فلازم يجيبك لهالدنيا ويمتحنك حتى يظهر الفعل. إذا ظهر الفعل أنت تستحق شنو؟ الثواب أو العقاب. تصير حجة أنت يوم القيامة تقول هذا ربها ليش وديني نار جهنم، يقول لك سويت فلان الفعل في الدنيا، ظهر هذا الفعل في الدنيا سويته، هناك بالآخرة تشوفه. ووجدوا ما عملوا شنو؟ حاضرا. هاي فلسفة فلسفة الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليمتحنكم ليختبركم حتى يظهر الفعل. وانت اذا اثبت وجودك بالامتحان ممكن تستحق درجات عالية عند الله عز وجل بهذا الامتحان. ولهذا الحسين سلام الله عليه عندما خرج من المدينة توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وأخذ يناجي النبي ويناشد النبي. زين، فقال له النبي لابد لك من الرجوع إلى الدنيا لتستشهد، وإن لك لدرجات في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة. واضح لما واضح؟ أي نعم. بس يعز على الحسين سلام الله عليه فراق المدينة، هذا الوطن حب الوطن من الإيمان، لكن ازعجوا عن وطن جدهم. اليوم الثاني من محرم نفس الحسين سلام الله عليه يقول اللهم إنا عترة نبيك قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. يقولون جاء إلى قبر النبي وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن علي فرختك وابن فرختيك، وصبتك الذي خلفته في أمتيك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكوى إليك. أخذ يصلي عند القبر، ها، ومرة ثانية هم زار قبر النبي وهو يقول اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، اللهم وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف وأنهى عن المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام إلا ما كتبت لي ما هو لك رضايا ولرسولك رضا. ثم أخذ إمامنا يبكي بأبي وأمي، يقولون عند الصباح غفى على القبر فرأى رسول الله في المنام وقد أقبل ومعه كتائب من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، فضم الحسين إلى صدره
وقبل ما بين عينيه وقال حبيبي يا حسين كأني عن قريب أراك مرملا بدمائك مذبوحاً قام يقرأ المقتل رسول الله كأني أراك عن قريب مرملاً بدمائك مذبوحاً بأرض كربلاء بين عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى يا الله وضمايا لا تروى وهم يرجون في شفاعتي بعد ذلك لا أنا لهم الله شفاعتي وإن أمك وأباك وأخاك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك فأخذ الحسين يقول لجده يا جدة خذني إليك لا حاجة لي للرجوع إلى هذه الدنيا فقال له النبي لا بد لك من الرجوع فإن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشفاعة ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشي يا رافع على من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شبر قد علا يا الله صدرك الطاهر بالسيف يا حزن ودجل رحم الله من نادى تتوالى ورزايا للجامدات تذيب يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو بالمنظر الأعلى يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد
صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر أمورنا، شافي مرضانا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.